عدد جديد من برنامج ساحة العملة. اليوم نتناول قطع الفوسفات، لأنه ما تعرفوا الناس الكل فاهمين الفوسفات والناس الكل تحدث فيه والناس الكل تحب تفهم شنية الأزمة متاع الحوض المنجمي ومتاع الفوسفات، وعلاش الفوسفات ما رجعش النسق العادي في الانتاج، علاش تراجعنا عالميا زاد كذلك عن أسواق تقليدية ضيعناها، ثم توا عنا هدنة، وهدنة هذه وقتية باش نعطيه فرصة للحكومة باش جديدة معناها تاخو بقاليد الأمور في يدها، وبعد باش يعاودوا يتفاوضوا ويعاودوا معناها يرجعوا ممكن حتى يوقفوا الانتاج اللي ما نتمنهوش. كل الأسئلة هذه باش نتحدثوا فيها اليوم مع المدير العام للمناجم بوزارة وزارة الطاقة والمناجم، ونحب نقول لك وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي. الانتقال الطاقي هذا الاسم الحالي. مرحبا بيك. انت وعلى الطاير انت جبتها لنفسك، مش نسالك انا سي عزيز. مرحبا بيك سي الميلودي البوزيدي، واحد من الكفاءات الكبيره نعتز بها، ويعتبر معنا قلب الاسد في قطاع الفوسفات وفي وزاره الطاقه والمناجم والانتقال الطاقي. قل لي البس بزلش السماعه باش نسمعوا بعض ضيفنا بالتليفون اللي باش نقدموا بعض الحضارات. يعني انتوما في وزارتكم بعد ما خرجت الحكومه البارح نص الليل غدرج، انتم نص الليل ودرج كيتكلموا بعضكم فكل جروبات بتاعكم في الفيسبوك فرحانين ان الوزاره عاودت رجعت لبعضها والزملاء عاودوا يتلموا وانه عاد الدر الى معدنه. اعطيني اول تفاعل. شكرا على الاستضافه وشكرا للمستمعين للاذاعه الوطنيه. وكتفاعل اولي هو معناها منشرحين، ما تنجمش تقول منشرحين على خاطر الحكاية معناها ولت برشا، معناها سيباراسيون معناها التفريق تجميع. قداش من مرة تو فرقوها ولا من 2015 2016 معناها من 2016 تنحت رجعت مشت لوزارة الصناعة ومن بعد زاد إيه يعني يقعدوا في نفس البنية ولا يبعثوهم يهزون بنية أخرى يلموا فيها؟ هي معناها حقيقة معناها ولت مقلقة مزعجة شوية لخاطر اللي ان شاء الله اخر مرة يفرقوها ان شاء الله ان شاء الله. ثم انتم الوزيرة زميلتكم، احنا تو ما نجموش نتكلموا لا هي زميلتكم كل هي المقترحة هي زميلتنا بنت الوزارة هي شنو اي نحكي على بنت الوزارة بنت الوزارة ما نجموش مش باش تجي واحد ولا واحدة يحبوا ثلاثة شهور باش يعرف الناس ويعرف البيروقراطية. احنا حتى نصادق عليها مجلس النواب وبعد نولوا نتكلموا حاجة أخرى. طبعا ما نحكيوا احنا في المشروع انتم المشروع احنا نناقشوا حتى المشروع الحكومة هذه. أنا نقول أنه نرحبوا بكل الكفاءات، عندنا كفاءات في تونس ونرحبوا بها الكل، وكل واحد يجينا مرحبا به، ما نجموا كان نمدوا له يد المساعدة، وهي الكل خدمة لتونس. وكلنا انخرطوا إيجابيا بالطبيعة في أي مشروع. المصلحة العامة المصلحة الوطنية تقتضي ذلك. خدمة الشأن العام مش سهلة. مرحبا بك. خاصة الوضعية الصعيبة اللي تمر بها البلاد تو. مرحبا بك سي ميلودي البوزيدي المدير العام للمناجم، سعداء أنك تكون معنا اليوم. نحبوا معناها نتحدثوا على الفوسفات ولا مكانته الاقتصادية ودوره في التنمية الاقتصادية الشاملة في تونس من خلال واقعنا اليوم وكيفاش نتداركوا الوضع اللي نحن وصلنا له السيء من خلال تشخيص، ونتحدثوا دائما بمقاربة اقتصادية ومالية ونتحدثوا على الأفاق والمستقبل. ماذا بينا ننسوا ما وقع ونتحدث أنه كيفاش نبني إلى نحو المستقبل ونبعث الأمل والتفاؤل في نفوس كل الناس سواء في الحوض المنجمي أو كل التوانسة من الشمال إلى الجنوب. معنا كذلك سي علي الخميري، علي الخميري اللي هو المدير العام للسي بي جي شركة فوسفات قفصة، على خط البرنامج. مرحبا بيك، أهلا بيك سي علي. بارك الله فيك عايش. طبعا ما نجموش نحكوا على الفوسفات والمدير العام تاع السي بي جي مش موجود. نعم بارك الله فيك. معناها السي بي جي هذه ما عندهاش ما ثماش واحد تونسي في الشمال ولا في الجنوب ما معناها ما يعرفش خيرها وما شملتوش الخيرات والبركات نتاع الشركه هذه انطلاقا من الحوض المنجمي والسواعد اللي خدمت والعقول والى غير ذلك. لذلك خيرها ممتد على كامل تراب الجمهوريه. هي مفخر الاقتصاد التونسي كامل. طبعا مرحبا بيك. بيك عايز. كنت تسمع في زميلك سي الميلودي البوزيدي هكا ولا؟ اي نعم. انت كمدير عام تاع سي بي جي رد فعلك على اعاده ضم الوزاره وتجميعها في كلتين. والله الحقيقة هو تجميع الوزارة ولا التفريق هو الحقيقة معناتها مشاكل القطاع مشاكل كبيرة ويلزمها تفرغ كبير، لكن علاش معناتها في التجميع الحقيقة فيه شوية نوعا ما ضغط على الوزير
وبالتالي ثم ما عندها حوايج نجم ما يكونش فيها عناية معناتها بالمستوى اللازم معناتها بالاهتمام اللازم. باهي هذه وجهة نظرك تربوها بشكل قطاع بشكل قطاع خاطر كبيرة برشا في 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 الفصفات والا في الطاقة. باهي برشا بشكل مكبر برشا. باهي خلينا نسمع رأي الشباب. أو عندنا شباب مهندس ناشط وشباب معناها نزار الجبالي. يعطيك الصحة مرة أخرى على الاستضافة. أي أنت عاد من الشباب تاع الخبراء تاع البرنامج. الحمد لله إن شاء الله. ثم خبراء كبار وخبراء متوسطين. أنت جينيور. صالح. باهي ولا كادي. أنا حبيت نحكي نعرف موضوع الفوسفات موضوع هام جدا. أنا حبيت على نحكي معناتها اليوم استضافتي اليوم لا تقولوا شنو استضافتي أنت نحكي لك الوزارة قسموها برشا مرات والله أنا ممكن نشارك معناتها رأي السيد الخبير اللي دخل توا قال لا ومش خبير بركة سعيد الخبيري هو رئيس هو المدير العام المدير العام تاع شركة فوسفات قفصة أي مشاكل الطاقة والمناجم معناها صحيح هما في الآخر عندهم نفس الأوبجيكتيف نفس الهدف أما مشاكلهم معناتها كبار وممكن أنا ممكن خيرت أنه يكونوا زوز وزارات مستقلين على بعضهم باش يكون تحليل المشاكل نتاعها بطريقة إفكاس رأيك زاد كذلك نحترموه وجهة نظر مختلفة ولكن في نهاية الأمر ماهيش مضرة الاختلاف مش مضر هوني ولكن أنا أقول دائما مهما كان الوزير حتى ولو له بقلم واحد اختصاص واحد إذا تكون البطانة مش جيدة تكون بطانة سيئة يتعب الوزير إذا الضرورة أنه الوزير يحيط نفسه بكفاءات وتكون بطانة متاع عمل ومتاع التزام ومتاع بتاع معناها تحفيز ومتاع علاقة فيها معناها مسؤولية أخلاقية بكل شيء أنا نقول أنه اليوم الواقع هو الواقع ما نجمو غيره فيه برشا معناها يلزمنا نتعامل مع واقعنا بالموجود معناها واضح اليوم تحطينا في الوضعية هذه أنا نقول من ما يلزمناش نضيعوا برشا وقت في نقاشات ربما معناها ما تنجمش تكون عندها فايدة اليوم معناها مصيرنا نحن ما له إلا يلزمنا ننطلقوا للعمل وبقدرة ربي ننجحوا ننطلقوا في العمل وفي الإصلاح وفي تطوير آلة الإنتاج وفي تطوير معناها وسائل الإنتاج ما عندناش خيارات برشا اليوم محطوطين في وضعية صعبة جدا كسوا البلاد والقطاع فوسفات وبالأخص شركة فوسفات قفصة بحكم طول مدة الفترة الانتقالية هذه والفترة الغير مستقرة اللي أثرت تأثير مباشر على قطاع الفوسفات وخاصة شركة فوسفات قفصة بالنظر إلى حجم مسؤوليتها في الحوض المنجمي اللي هي تعتبر معناها من أكبر الشركات اللي باقي تساند وتسند في أهالينا في الحوض المنجمي. يعطيك الصحة نفاصل ثم نبدأ برنامجنا نحن بنفسنا مش منطولوش المقدمة لأنه نص البرنامج تقريبا وفيه نمشيه إلى فاصل ثم نبدأ فقراتنا ومحاورنا ساحة العملة من الاثنين الخميس من 11:30 النهار مع عفيف الفريدي. أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في ساحة العملة سي نستف فرصة كبيرة برشا باش يجينا ضيف من الوزن الثقيل سي الميلودي البوزيدي المدير العام للمناجم أعطينا الخارطة التونسية للثروات الباطنية وخاصة لما نتحدث عن الفوسفات أعطينا قداش عنا ثروة ومخزون وكيفاش موزع يعني الخريطة اللي تخدموا بها انتوما قول هنا وقدم هنا الآن في تونس هي الخارطة الثروات الطبيعية والمعدنية سيرتو في الجمهورية التونسية تتكون أساسا من الفوسفات زيادة على أنه عندنا الحديد وعندنا البلومب والزنك وعندنا الأملاح بيان سور الأملاح والرمل السيليسي والكربونات دو كاليسيوم معناها الكلس وزاد كيف كيف لي زارجيل اللي هما صالحين لصنع الخزف والاجر عندنا ياسر معناها والجبس صح التطاوين هو النواه كانت في المكناسي معناها صحيح اول معمل هو في المكناسي من ولايه سيدي بوزيد واللي هو مازال يعمل من بدايه السبعينات الى تو
الى الوقت الحالي وباقي زاد يطور في نفسه. سؤال، ما عادش عندنا رصاص، كان عندنا جبل رصاص، الرصاص مشى وقعد جبل. الرصاص احنا كلهم معناها موارد محدوده، معناها كميات محدوده، مخزون محدود، وقع استغلالها في السابق بالمناجم الباطنيه، ونحن اليوم زاد رجعنا باش نزيدوا نعملوا عمليه استكشاف عن طريق الديوان الوطني للمناجم، وان شاء الله ان شاء الله نوصلوا للنتائج طيبه ان شاء الله. ما نركزوا على الفوسفات، اعطينا الخريطه تاع الفوسفات. الفوسفات كما قلت لك هو الثروه الاهم في تونس، تتوزع على ثلاثه احواض اذا كان نجم نسموه، هو الحوض المنجمي اللي هو ناشط حاليا، فيه مدخرات المتلوي الكبرى هكا، الحوض المنجمي هو المتلوي ومن العرايس الرديف المذله، يحتوي على مخزون قابل للاستغلال في حدود 800 مليون طن، مع زيد مدخرات غير مؤكده في حدود 600 و 700 مليون طن. عندنا في منجم نفط توزر اللي هو تم اكتشافه مؤخرا واللي هو في طور الدراسه التقنيه والجدوى التقنيه والاقتصاديه، يحتوي زاد كيف كيف على ما يفوق من 400 مليون طن، منهم 180 مليون طن مؤكده. المكناسي زاد كيف كيف في معناها انطلق في الاستغلال، انطلق في الاستغلال بمدخرات في حدود 20 مليون طن، لكن نحن نأمل أنه معنا باستكشاف المواقع الأخرى باش تكون فيهم في حدود 60-70 مليون طن أخرى إن شاء الله. وعنا الآخر الفوسفات هو في الحوض الشمالي اللي هو سراورتين، بما يسمى سراورتين في بلاد كيف، اللي هي تحتوي على مدخرات هامة وهام جدا في ما يقارب 5 مليار طن. هي لا محاله تختلف الجوده، تختلف على ما هو موجود في الحوض المنجمي، هذايا الفوسفات ضعيف التركيز بالبيدوزو 5 في حدود 12، ما بين 10 و12% من التركيز، على خلاف الحوض المنجمي اللي هو في حدود 25-26%. وحتى طرق التثريه زاد كيف كيف معناها تختلف تماما، في الحوض المنجمي هي تثري عن طريق الغسل، اما في الفوسفات الشمال هو سيعتمد طريق لافلوتاسيون، هي الطفح، عمليه الطفح، بما في ذلك من تكلفه زايده واحد كل. واضح، يعطيك الصحة، تشخيص سريع وواضح للسادة المستمعين. نذكركم مرة أخرى، المتحدث هو ضيفنا الرئيسي في اللقاء سي عز الدين الميلودي، سي ميلودي البوزيدي، المدير العام للمناجم. العفو صديقي، راك من زمان نعرف بعضنا سي الميلودي البوزيدي، لكن نمشي فاصل ثم ماذا بيا مع السيد المدير العام لشركة فوسفات قفصة، يعطينا الجانب الآخر نتاع فعليا في شركة فوسفات قفصة، وهكا الحوار يكون متكامل بين الأطراف، بين أنت تمثل الوزارة وبين الشركة. سي الميلودي نقعد في الاستماع فاصل ثم نستقبل مرة أخرى سي علي خميلي. مرحبا بك سي علي. ساحة العملة من الاثنين الخميس من 11:30 مع عفيف الفريدي. سي علي مرحبا بك في ساحة العملة، إضافة للي تفضل به سي الميلودي البوزيدي المدير العام للمناجم، أنت باعتبارك مدير عام تنفيذي لشركة فوسفات قفصة، يعني أعطينا اليوم وين وصل الإنتاج في شركة فوسفات قفصة، ثم حديث يقول على 9000، ما يقولوا 10، ما يقولوا 14، أعطينا اليوم أنت بالضبط قديش وصل الإنتاج بعد استئناف الإنتاج في جميع الوحدات. حقيقة معناتها اكتيفمون استأنفنا المشاكل، راهو الإشكال يبقى قايم أنه معناتها وحدات الإنتاج كي تبقى مدة كبيرة ما تخدمش، راهو يلزمها صيانة، والصيانة هذه تطلب وقت مراجعة كاملة ما تنجمش ديماري ديريكت. دونك الحقيقة التو قاعد يدير في حدود معدل 10000 بار جور. دونك اليوم دايار عملنا نفس ميديكالك، عندنا ديبان قاعدين نراجعوا فيها بشوي بشوي، وما معناتها ثم شويه وضع معناتها صعيب شويه، سيرتوك ثم مشاكل تاع بيزور الشونج اللي ما جاتش في وقتها، تعطلت باعتبار زاد الوضع المالي مرت به الشركه. دونك هذا كله خلى انه اون ديمار با معناتها سي كونفنابلمون كيما نورمالمون بريفي. كيف ننجو 10000؟ يعني الطاقة التشغيلية ما تخدم بثلث، إذا كان نحن نعرفوا لعام 2010 وصلتوا تنجوا 27000 طن في النهار.
الطاقه التشغيليه هي لي لا باش تقول ننتج بثلاث يخدم هذيك هي المشكل. انا قلت لك ثم يعني مش الناس الكل مش القوه العماليه اللي عندك غادي مش الكل قاعد تخدم بما انه شطار الماتريال ما يخدمش. لا لا تخدم مش ما تخدمش ما كما قلت لك عندك ثم لونترتيان ثم معناتها اللي هما في الادارات هذوك واللي هما في الوحدات الوظيفيه للمسانده تاع الانتاج هذوك كلهم موجودين مهما كان الانتاج. في الانتاج يبقى ديما عنده ديبوست تاع ريباراسيون تاع صيانه لونترتيان دونك هذا اللي قاعد يصير. ما تنساش اللي كيما زاد عندنا مشاكل تاع معناتها تظهر لك خاطر كنت على الري تظهر لك توا خاطر برشا حوايج كانت مش ظاهره وقت اللي كانت الوزينه حابسه تو كي ترها تخدم ثم بيان سور ثم دي ديفيرونس يظهروا لك باعتبار هكا الري المطول اللي صار راهم دو موا ماهوش شويه في وزينه حابسه معناتها في هذه سوز انسومبل كلهم كبار وكلهم معناتها حوايج معناتها تتطلب نورمالمون اللي هي نورمالمون يومي دور ويومي السياره يتبعوا فيها دونك هذا يخلينا اون ديمار لو معناتها ماهوش ماهوش هو زيادة على السعلية زيادة على اللي ذكرته أنه أنا نزيد نأكد على أنه وضعية المالية صعبة اللي تعيش بها اللي تعيش فيها في شركة صفات قفصة اللي خلاها معناها في معناها تجد صعوبات لتوفير القطاع الغيار. لكن أعطينا الوضعية المالية شنو سمحني بربي هانتون جو سي عفيف تونجو بعد أما أنا نحب نركز على حاجة أخرى أنه في وقت من الأوقات أنا واحد من الناس كنت ضد المقارنة ما بين 2010 والوقت الحالي خاطر ما بين 2010 والوقت تو ثم ياسر حاجات تغيرت في شركة صوت قفص. من ذلك مثلا أول حاجة كانت عديد الأعمال معناها المناطق للمناولين تولت في صلب شركة رجعت الشركة فرعية والشركة هذه تمر بصعوبات من صعوبات مالية من توفير البنية التحتية نسيت سويت. والحاجة النقطة الهامة جدا أنه في 2010 كانت الشركة تخدم بأعوان ذات خبرة عالية كسواء أعوان التنفيذ أو أعوان التسيير أو الإطارات العليا المشرفين الليترات العليا كانت عندهم الخبرة الكافية. لكن في خلال العشرية هذه وقع معناها تغيير معناها خروج المكثف للإحالة على المعاش للأعوان هذوما في حدود 90% من الخبرات 90% إيه خرجت وعوضناهم بناس جدد من ذوي من عديمي الخبرة معناها ما عندهمش خبرة في الميدان. وبالتالي باش ترجع شركة صوت قفص للنشاط نتاعها الاعتيادي ونرجع النجم ونقارنوها ب 2010 يلزم الاعوان نتاعنا يكونوا عندهم خبره كافيه باش ينجم يتقن العمل نتاعو. راهو العمل في المناجم راهو مش حاجه سهله معناها راهو وقت اللي نقولوا معناها استغلال المناجم واستغلال الفوسفات راهو يتطلب خبره كبيره تراكم الخبره مش خبره فقط طبعا تراكم. الخبره هي تجي بالتراكم ما تجيش هكاك وحده ما نجموش نلقن واحد خبره لازم تتراكم بشويه بشويه سنوات مهارات ايفيكتيفمون. زيد على ذلك احنا او يسمع فيها سي علي الاطارات الاستغلال كلها ما هو هكا سي علي في اواخر 2016 دخلنا 160 ولا 180 مهندس في المختص التقني وبالتالي زاد الناس هذوما ما عندهمش خبره زاد كيف يعمل تسيير في طريق في طرق العمل يعني في طرق العمل. انا عندي سؤال مش يلخص هذا الكل بعد الفاصل نسمع فاصل مروان ثم عندي سؤال باش نحاولوا نفهموا من خلال الوضع القديم والجديد ومش نمشيو ساحه العمله من الاثنين الخميس من 11 نص النهار مع عفيف الفريدي. السؤال أنه الشركة ما كانتش تخدم على الهامش في 2008 تم معناها اعتماد خطة مخطط تنمية شركة صوت قفصة يمتد من 2010 إلى 2031 تعرفوها البلخ مش كلا شاركتوا فيه يعني هذا كان عنده أهداف كبيرة باش يوصل إلى معناها الإنتاج سيرتفع كان مؤمل من 8 ملايين طن في 2010 إلى 11.2 مليون طن في 2016
ثم باش يزيد يمشي ويوصل. هل انه معناها صار خلل، صار مشكل الخطه هذه، مازالت قائمه الذات، تم تعديلها؟ وين خطتنا الجديده وشنو معناها ننتظروا، خاصه مع معنا المنافسين الجدد اللي عندنا اللي تحكي على الكفاءات والخبرات؟ انا من خلال اعداد الحصه هذه اكتشفت اللي وقت اللي السعوديه فتحت هذه المنجمه نتاعها الجلاميد، هاي تلوج على اي واحد خدم في شركه فوسفات قفصه، حتى معناها كان معناها مساعد او فني مستعده تقبل وتعطيه امتيازات غير يجي يخدم غادي، لانهم كفاءات شركه فوسفات قفصه معناها متميزين برشا عالميا. هو انا اقول لك معناها افكتيفمون، معناها خاطر كي تجي تشوف انت تقول لي برنامج 2008 كانت بريفيو، افكتيفمون كنا ناملوا انه في 2016 باش نبغوا 12 مليون طن بالضبط، لكن في وقت اللي جات الثوره من السنه الاولى من الثوره 2011 منين كانت الانتاج 8 ملايين طاح 2 ملايين 3 ملايين، مع ولت ثم اشكال قوي هو باقي يعيق تقدم معناها تطوير الانتاج في شركه فوسفات قفصه، هو الوضع الاجتماعي اللي عاشه الحوض المنجم اللي خلى اللي انعكس سلبا على نشاط الشركه، اللي هي المطالب المواطنين في الحوض المنجمي، وخاصه منهم خلينا نقولها بصراحه، خاصه منهم العاطلين عن العمل اللي في وقت من الاوقات انسد تماما من فوق التشغيل، معناها ما عادش عنده حتى طبيعي جدا هم مطالب مشروع. لكن اللي نقول لك عليه هذايا الاعتصامات والتحركات الاحتجاجيه والاجتماعيه في الحوض المنجمي اثر سلبا على انجاز الشركه لبرامجها، وهذيك المشكله الكبيره. ولكن بربي انتم تحدثنا في هذا لانه هو الاصل، كانوا سي علي يحب يتدخل. اي سي علي مرحبا بك، نحب تتفاعل في كل وقت. هاي شوف وتدبر كما قال سي ميلاد، معناتها الحقيقه ان الشركه كانت مامله على 11 مليون طن في نهايه المخطط 11، وبدون استثمارات جديده، فقط عمليه تاميل في المغاسل نتاعنا دفاشون اون ريكيبير دافونتاج في لي روندومون والواحد ونطوروا الانتاج نتاعنا، وكانت عندنا برشا اوراق استثماريه ما عدا ام الخشب. بس يعني معناها ام الخشب تدخل تطور اللي هو مشروع تو مازال معطل، ترجعوا علاش مازال معطل؟ فيه طبعا نرجعوا. شوف فقط هو اللي صار انه براتيكمون تعطيل العمل راهو براتيكمون ياخر على الشركه وما خلاش حتى تفكر له. لفات انت تحبس ليزوجين تاع رديف براتيكمون سيكتور رديف ام العرايس في اول الثوره يحبس حتى بالعام. عام كامل حابس، دونك شنو تعمل به؟ ليزوجين الاخرين يخدموا متقطع. لا انا سؤالي العام هذا اللي وقف والخسائر تكبدتها الشركه والمجموعه الوطنيه، لو كان خدموا ما عطلوش الانتاج وقعدوا يحتجوا مثلا راهو الفلوس هذيك كنا نجم نلقاولو بحلول كبيره، موافقني ولا لا؟ شوف توا انا خليني قاطعك تفضل معايا. احنا الاشكال وين؟ الاشكال في الحوض المنجمي انه غياب برنامج واضح، المنوال التنميه يكون قادر لاستيعاب اليد العامله المتوفره غاديك، يكون قادر لتخفيض نسبه البطاله، هذايا معناها شبه غايب. لا انتم ما عندكش مسؤوليه، انت بما انك مسؤول في الدوله شوف يعني شوف. ما تعتقدش الوزراء حدا مش يعملوا مشاريع، انت مثلا كمدير عام وتعرف المنطقه وتعرف الشركه وتعرف خصوصيات، بدرتوش انتم باش تعطيوا حلول ناجعه في منوال تنموي خاص بالحوض المنجمي وطبيعه المنطقه والسكان نتاعه والتركيبه نتاعهم الى غير ذلك؟ هو بالنسبه لل يعني انا نقول لك كان انت جيت الحكومه تو خاطر كانوا سؤال موجه لي انا. لا لا انت كان اعتبر نفسك تو انت وزير، اي لا ذكر باش تحل المشكله هذه، كيفاش تحلها؟ شوف انا اللي نقول لك انه هي مسؤوليه التنميه في الجهه هي مسؤوليه الحكومه كامله وبالتالي مجموعه نتاع وزارات. انا اللي نقول وناكد عليه، اقترح علينا اقتراحات اللي نقول وناكد عليه، خليني ساعه نجاوب معناها نحاول باش مش بتهربش الوقت. وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي قامت بما عليها من مسؤولية، بعد ثم بقية وزارات مقصرين عبر شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي قامت بما يمكن قيامه، إلا أنه غياب برنامج واضح للمنوال التنمية يكون قادر على الساعة وقادر للتطوير، التطوير نفسه بنفسه باش يكون في كل مرة قادر لاستيعاب اليد العاملة. هذه كنا احنا في الحكومة اللي المتخلية تو المستقلة تو
حكومة تصريف الأعمال. حكومة تصريف الأعمال أول ما جات وضعت برنامج لي معناها إيجاد تصور جديد هو في الحوض المنجمي لمنوال تنمية يعتمد على اقتصاد الفوسفات ويعتمد على اقتصاد غير الفوسفات، وهذاك هو المهم جدا. على خاطر أنت اليوم وقت اللي نقوله راه الفوسفات لشركة الفوسفات قفصة باش توفر المال، باي المال إذا كان ما عنديش برامج تصورات واضحة وجديدة ومعروفة مش نعمل به، مش نعمل به حد شيء. دونك اليوم نحن مجبورين اليوم في الحوض المنجمي لإيجاد برامج حقيقية وواقعية وقابلة للتنفيذ، برامج تنمية قابلة للتنفيذ باش نهارة اللي شركة الفوسفات قفصة تسترجع عافيتها وتنجم توفر المال والتمويلات اللازمة تلقى برامج تمولها. أنا باش نرجع لك لأني عندي معنا تفاعل معك، ولكن ماذا بيه سي عزين البراني يكون معنا على خط البرنامج، إذا سي عزين موجود باش يدخل معنا من الحوض المنجمي. ولكن أنا قاعدين نتابعه في فيديوهات وصور، الحقيقة جاتني من سي صابر كرامتي اللي هو أحد أبناء الشركة شركة فوسفات قفصة. لكن أنا نرجع أقول، أنت قلت أنه وزارتكم سي ميلودي قامت بالواجب متاعها، هل ثم أطراف أخرى في الحكومة وزارات إلى غير ذلك في فترة معينة قصرت وما تفعلتش وما سندتش مشاريع استيعاب البريد العاملة والبطالة هناك؟ شوف، هي وضعية جديدة راهو، كانت شركة الصاد قفصة معناها في الواقع، وخليني نقولها هذه حقيقة مش نقوله في سر، كانت شركة الصاد قفصة تمثل الدولة، معناها في الحوض المنجمي كانت شركة هي الدولة. هي الدولة يعني وقت اللي كانت سبلت الماء عند الشركة، كانت الشركة التاكسي كل شيء، التاكسي في الحوض المنجمي وقتاش دخلت للنشاط؟ التاكسي ما كانتش موجودة فعلا. أنا نقول لك أن شركة كل شيء، وقت اللي شركة فوسفات قفصة أصبحت غير قادرة لإيجاد حلول للحوض المنجمي، وقتها الدولة لازم تتوجد. الدولة تخلت عليها؟ دولة مش ما نقولش تخلت، أما يمكن كان تدخل متاعها، كان تدخل متاعها متأخر نوعا ما، اللي هي كانت وقت في توقيت المكننة في من عام 80، من عوام 80 وعوام 90 شركة فوسفات قفصة قلصت في عدد الأعوان متاعها وطورت في الإنتاج متاعها عبر إيجاد وسائل إنتاج كبيرة برشا، وقتها دور الشركة أصبح غير من ممكن للشركة أن تلعب دور الدولة. وقتها هي الدولة لازمها تتجد لإيجاد الحلول، يعني ما دخلتش في الوقت المناسب. يعطيك الصحة، ولا ما كانش حدا تدخلها كان لاحق وكان ما كانش مجدي وناجح. تصور هكا نسبيا. وزيد إضافة إلى ذلك عدم الاستقرار في الحكومات راهو ماله اللي يأثر على. سي علي تفضل تفاعل لأنه الوقت داهمنا، ولكن أنا ماذا بيا كذلك تعطينا أرقام من بعد. شوف التوضيح، هو راهو الشركة كانت سباقة، ما تخليناش على دورنا، خدمنا الفوسفات معناتها وخدموا حتى التنمية. الشركة راهي كانت سباقة وفي لي زاني 85 عملت برشا برامج تنموية، رياك عملت خلقت وحدة لتنويع النشاط الاقتصادي بها القفصة. وصلتوا حتى للتبني للسماج وليتوا تعطيوا فلوس للناس وتتبنوا في المشاريع. عملنا لا ديفلوبي لاكتيفيتي تشي ايكونوميك نتاع في لا ريجيون باك حكايه السوتريتونس فهمني، وعملنا برشا باش على اساس ثم تطوير نسيج اقتصادي في جهه، لكن مالوريزمون بدات بالفشل. عملنا الفوند دو كونفرسيون، عملنا طيب شنو قاعدوا نستعرضوا؟ اعطيني للمستقبل، يعني عندكم برشا مشاريع بديتوا فيها وما كملتوهاش وفشلت الى غير ذلك. نتذكر انا جمهوريه كوريا الجنوبيه قامت بانجاز دراسه صرفت عليها 800,000 دولار، والدراسه هذه كانت باش احداث مدينه تكنولوجيه كبيره للاتصالات بمطار قفصه. تذكر الارض التوا هيك معناها اعطتها وزاره الدفاع، والارض التويكا معناها فيها كان معناها هامله ومسيبه والدنيا وفوضى، حتى الفضاءات اللي تبنات معناها ساكن فيها الحمام. يعني ضروري إعادة تثمين هالاستثمارات وهالجهود وهالإمكانيات اللي توضعت وإعادة تحديثها وتطويرها. أنا نحب نعرف يعني اليوم من خلال الهدنة الوقتية ونحن وانتوما معنا ثم احتمال أنه يرجع توقيف الفوسفات، فماشي حلول حاضرة للحكومة هذه تقول ها وبعد التفاوض بعد كذا ش نجموا نعملوا، ش نجموا كيفاش نجموا نخرجوا الوضعية من عنق زجاجة؟ شوف
هما ثم معناتها برشا معناتها مطالب في الجهة. ثم المطلب الملح هو التشغيل الحقيقة. قديش عندكم شي خطة حاضرة كيفاش نجموا ملي نبداو الحكومة هذه نقولوا باش نخدموا كذا كذا في المكان الفلاني كذا؟ الوزارة نتاعنا وحنا ملتزمين بقرارات اللي صادقت عليها الحكومة في 2018 من خلال امتداد 579 عون في شركة صناعة قفصة. طبيعة الحال في المجمع عندهم زاد عدد هام، وكذلك في 727 في ولاية قفصة. هاي وعندك 1000 معناتها المجمع 727 والكمبانية 579 حوالي 1200 وحاجة. وعندنا البرنامج التكوين تاع 2000 عون اللي هو الحقيقة يمتد على فترات باعتبار أنه هذاك باش يكون هو اللي باش يعوض الخروج تاع التقاعد. هذا شك فوا يخرج مجموعة ثم مجموعة أخرى تدخل الشركة فيهم تكوين عامين وبعد يدخلوا كونتراكتير عامين وبعد يشترون تلاريزي في الانتربريز. ولكن أنا عندي مقترحات أخرى نقول لك، اللي هي متاعكم أنتم راه مش أنا جايبها، معناها مش أنا مبدع هكا بدعت ليه، أنتم عندكم في قبل حتى مصانع الأسمنت اللي كانت باش تعمل اللي هي كانت في قريبه في قفصه باش تقرب الخدمات. يعني وكالشركه تستثمر في مسار اسمنت مع القطاع الخاص مع في الاطار البي بي بي، يعني تخلقوا مواتر شغل في شركه اخرى محاذيه، واحد يجيب في السيمنت ومن جبل الجلود القفصه ولا للمتلوي ولا يجيب فيه معناها من اماكن اخرى. انا في راهو هذه مشاريع كلها تعملت وحتى باش لا يعني فماش امكانيات واستثمارات جديده مع القطاع الخاص ولا غير ذلك. هو سي علي بربي سي علي المتاحه اي سامحني في تأسيميلات سامحني دقيقه اي تفضل تفضل. صار الاليات المتاحه عندنا لفرد سيام هو اللي معناتها اللي شجع على الانتشار في جهه هو البول. دونك هذول بطبيعه الحال بالكونكور تاع لي زوتر بانك التجاريه كوميرسيال اسافار الاس تي بي، وعندك زادك البي اف ام والبي تي اس، هذا يساهموا في بعث المشاريع في جهة. دايور الشركة عاملة موفرة 15 مليون دينار للبنوك هذه اللي ما عندهمش كل رصيد شو اسمه ذاك لطو في نصمه التمويل الذاتي. التمويل الذاتي هو سي علي بربي هو أنا نقول خلي نزيد نفكر بواحد، هو المال قوام الاعمال. اي نحن البرنامج هذا راهو شعار المال قوام الاعمال. احنا نقولوا انه المكسب الهام في الحوض المنجمي هي شركه صفات قفص. اليوم الشركه تمر بضائقه ماليه، وبالتالي انا نتساءل في الناس اللي تحكي على المشاريع وبعث مشاريع، يا اخي ما تسالتش الموارد الماليه منين باش تجي؟ لا هو اسمها شركه فوسفات قفصه واسمها بركه. انا اللي نقول يحلك القروض الكل ما ينجمش الوضع اللي تعيشه شركه فوسفات قفصه، ما عادش يسمح لها باش تاخذ قروض. وضع متازم لاقصى حد، هي ولت لاقي مشكله في توفير الاجور نتاع العوان نتاعها بحكم تدني النشاط. فاصل ونمشيو للحوض المنجمي. تليفون من الحوض المنجمي مع احد ابناء المؤسسه والشركه فوسفات قفصه العريقه اللي هو قضى 37 سنه عمل، ولكن يعتبر كذلك من الكفاءات والخبرات اللي بيشارك معنا في مداخله يعطينا الواقع في الميدان شنو موجود. تفضل الفاصل. ساحه العمله من الاثنين الخميس من 11 ونص النهار مع عفيف الفريدي. اهلا وسهلا بكم. 11:48 دقيقة فقرتنا تو باش نمشيو إلى قلب الحوض المنجمي. سي عزي البراني مرحبا بك. شكرا سي عزي. أنت من الكفاءات واشتغلت ونشط نقابيا وكنت تعمل، والناس الكل معناها دائما يذكرك بالخير. حبينا نشاركوك من واقع تجربتك وخبرتك، ثم أنت ما خرجتش من الحوض المنجمي، قعدت ملتصق بالداموس وملتصق بجميع وحدات الإنتاج وتعرفهم من خلال تجربتك في التكوين، مشيت لهم الكل وتعرفهم وعايشتهم إلى غير ذلك. الشيء اللي كان يقول فيه توا سي ميلودي البوزيدي وكذلك سي علي الخميلي، أنت شو تضيف عليه ولا تتفاعل معهم إيجابا أم سلبا؟ صباح الخير سي عز الدين. شكرا سي عفيف على الاستضافة. صباح الخير سي عز الدين. بوزيدي معك. معك سي البوزيدي. مرحبا بضيوف الكرام زميلين سي علي وسي. عشرة عاد أنتم تبارك الله. صح سي عز الدين. محلاها الحميمية محلاها. أنا سمعت بما تفضلوا به الضيوف الكرام. أنا حب من الأزمات الأساسية والوضعية تمر بها المؤسسة، نرجع لسؤالك الأولاني اللي كنت نتمنى باش نعلق عليه في الأولاني، مسألة حكاية ضم الوزارات وكذا كذا. من المعضلات الكبار معناها قطاع الفوسفات، قطاع المناجم بصفة عامة والطاقة بصفة عامة، معناها يتطلب إفراده بوزارة كاملة نظرا للصعوبات اللي مر بها، وإن شاء الله نوصلوا نعالجوا هالصعوبات اللي مر بها، فما بالك نحن ندمجوه والأخطر من هذا في كل 6 شهور ولا 7 شهور تو نجيب وزير
روبلوت يعاود يرجع يعمل شي معات منه ومنه منه مشى هو طاح لواحد هنا وعنا 10 سنين وعنا عايشين بالوتيره هذه. قطاع المنجم يطلب شيء من الاستقرار على مستوى الوزاره على مستوى الفريق الالهي بالمشاكل هذه ومتابعه رسميه لمعالجه المشاكل. المشاكل قابله للمعالجه لكن بالطريقه هذه اللي قاعدين نخدموا بها ما اعتقدش حتى 15 سنين الاخرين باش نوصلوا باش كل 6 شهور تجي ناس اخرى وتحط برنامج جديد وشناعات جديده حطها في الرفوف وعاود من جديد وهكاك. ما نجموش نوصلوا كما لاني في اعتقادي رغم الصعوبه نتاع الصعوبه نتاع القطاع قادرين نحن كشركه قفصه باش تخرج من الازمه نتاعها. انا هكا نتصور بحكم معرفتي ما يوجد موسع متوفره الكفاءات وقادرين باش نخرجوا منها لكن ثم حوايج معينه لابد باش توفر. توا شركه في نفسها كما ذكروا خير قامت بناء فيه كفايه سي عز الدين الوقت ضيق امشي مباشره اقتراحات عمليه و 4200 عاون تنفيذ سي عز الدين اعطينا حلول توا اقتراحات عمليه الوقت ضيق باش نرجع مره اخرى تشارك معنا في منتصف الوقت لكن توا اعطيني وصفه تعطينا وصفه علاجيه انا الحلول تكوين فريق من 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 من, من المتواجدين في المؤسسه تو اي ومن اللي خرجوا من المؤسسه كفاءات معروفه نعرفوها حتى لو قيم ليها الفريق هذا تكله مهمه خاصه باش ينكب على الملف هذايا ويعمل التشخيص الدقيق ويعمل مخطط نتاع تنفيذ ومتابعه للمشاهد هذه يعني تقول انت مخطط انقاذ ومن الاقتصاديه ومن الاجتماعيه ومن ما يهم المحيط ومن ما يهم العمال نتاعنا من يهم اصحاب الشيء الاطراف المتدخله في الازمه مختلفه وبالتالي الفريق فريق هذه مهمته ما يعملش في سياق ما انا جاي بشي بشوز الحلول يعني تقول انت فريق هذايا سي عز الدين سي عز الدين سي عز الدين يعني تقول انت فريق نتاع حكماء يتمتعوا معناها بالاحترام والقدر وعندهم سلطه معنويه والناس يقدروهم وتعطيهم فرصه فتره وجيزه باش هما يحضروا مخطط او مخطط او برنامج انقاذ هكا وكما قلت لك خبراء كانوا متواجدين قبل في المؤسسه خرجوا لتقاعد خبراء محفوظ والزملاء مازالوا متواجدين تو فريق ينكب من كبار صحيح وما عنده حتى مهمه يعطوه مهمه في ظرف 3 شهور يا اخي يعد شخ يقوم بالتشخيص ويعمل برامج المقترحات نتاع التنفيذ ويعرضها على الوزاره ويدخلوا في التنفيذ. واضح شكرا لك. هذا ما نجموش خاطر لا موضوع ولخصت المقترحات في شيء ايجابي وعملي. شنو رايك انت ثم مانع باش تعمل فريق هكا وبدل بنوع هذا؟ بالعكس هو ما ينجم يكون كان ايجابي بالعكس يمكن تاخرنا نوعا ما في تجسيد المقترح سي عز الدين طبيعي واحد. جدا خاطر بالنسبه لنا نحن الوقت يدهمنا وما زالت الهدنه خذيناها وكلينا منها برشا وقت. المطلوب اليوم انه في اطار الهدنه اللي خذيناها ومشكورين كل من تفاعل معنا ايجابيا في الحوض المنجم وساهم مساهمه فعليه في ايجاد ولو انه حلول ظرفيه لازمه القطاع واللي خلى جرعة من الأكسجين في حياة شركة صوصات قفصة. نقول أنا اليوم أنه عندنا وخطر حتى المطالب اللي موجودة راهي ما هيش ياكد مطالب التعجيزية هو في خلال 3 شهور هذوما احنا باش نحاولوا نعملوا رزنانة زمنية للتعهدات السابقة ما ثمش تعهدات جديدة تعهدات السابقة نعملوا له رزنامة في نفس الوقت يلزم نخدموا ليل ونهار باش نلقوا حلول جذريه للمنطقه. واضح. خلينا نختم معاكم. ساعة في ملاحظه بسيطه برضه. تفضل سي عز الدين. بالنسبه لنا نعرف مشكله التشغيل هي اللي ضغطه كبيره، ما نبقوش زاد ننظروا كان منظار كان شركه القصه في التشغيل، لانه عندنا زوز معامل نحن تو. عندنا معمل صوموسان اللي هو يخدم في 450 واحد في المتلوي هنا مسكر. وعندنا معمل يازاكي في العريس مسكر. انا سؤالي ممكن في ميلادي نجم يجاوبني عشان لماذا الدوله ما تحرص باش هذا متعاود ترجعهم يغرموا اتفق مع اصحاب المعامل هذا وانا اكيد انا متاكد 450 في المتلاوي و 450 في العرس باش ينقصوا شيء من يعاونوا على التشغيل. لا والحكومه تحمل مسؤوليتها باش والحكومه تحمل مسؤوليتها باش تعمل تعطي تحوافز تشجيعيه جاذبه للاستثمار باش تمشي الحكومه حلها زوج معامل خليه يبدا. سي عز الدين انت تعرف السيد العارفين انه الوضع الاجتماعي بالنسبة للمستثمرين الخواص يهمهم ياسر خلاص الاستقرار وعدم الاستقرار ويأثر على الاستثمار وهذا دورة لا لا سمحني بربي سمحني تنقول لك حاجة الدولة مش مستقرة تشوف فيها معناها كل 6 شهور حكومة
الحاجه الاخرى هذوما خواص راهو لا يمكن اجبارهم على تنفيذ برامج الجسم. انا اللي نقول اللي علينا نحن كدوله يلزمنا افكتيفمون نحن كدوله يلزمنا ننقوا الاجواء ونهيئوا الاجواء القادره لاستقطاب المستثمرين. واضح، شكرا لك. انتهى الوقت باش نمشي مع الشباب باش مهندس نزار جبالي، ولكن نحب نشكرك سي علي كلمتين. شكرا سي عز الدين، كلمتنا من حوض المنجمي، تحيه ليك ولكل اهلنا وشعبنا الابي في الحوض المنجمي وفي كامل تراب الجمهوريه التونسيه. ان شاء الله نتلقى مره اخرى. اللي بعد كنت يعطيني رقم، قلت لك الرقم اليوم يحب نعرف قديش حجم معناها التداول في الاسواق العالميه نتاع الفوسفات، قديش من مليون طن في العام في الاسواق الكل. في الأسواق العالمية في حدود 200 مليون طن نصيب الأسد اللي لل أمريكا لا روسيا المغرب 30 مليون المكتب الشريف للفوسفات اللي هي في حدود 33 مليون وبعد ذلك تجي الصين وأمريكا. لكن المؤسف حقا في الحاجة هذه أنه خلال العشرية الأخيرة أنه كل البلدان جل معناها خليني ما نقولش جل البلدان أني قدرت تطور في برامج الاستغلال في الفوسفات إلا تونس لم نقدر إلى استرجاع النسق متاعنا العادي. شكرا لك سي علي. في دقيقة، شكون المنافسين الكبار لكم توا في السوق العالمية؟ يعني انت كي تخسر سوق وعقود تجب ترجعها والا غيرك يستنى فيك في الدوره يلهفهم وانتهى الموضوع. هو الحقيقه نحن رانا نبيعوا كله بريسك للجروب شيميك دونك باتيمون هنا ابوندوني ليكسبور من اللي من اول الثوره باعتبار انه معناتها عطينا الفرصه للنجم على الكميه باش هو ياخذ الكونتيتي معناتها خاطر باتيمون ما عادش عطينه بالكميه الكافيه دونك نعطوه الاولويه. واضح. وبالتالي نحن الجروب شيميك هو اللي عنده لكن راهو فوسفات دو كفسا راهو ديما دوموندي. واضح. وكان نرجعوا ننجو. اي. ونجم نرجعوا. الجوده فصفات. الجوده. الاسواق مش مشكله بالنسبه لنا نحن الاسواق مشكله. هذا يطمن اقل شيء الجوده. عادي ونرجعوا مكانتنا وننافسوا الناس الكل بحول الله راهو ما عندناش اشكال، المشكل الوحيد هو الانتاج. اقعد معايا سي علي. سي نزار الجبالي المهندس يعني في تال برنامج حضر ثماش امكانيه انه نخلق مواطن شغل من خلال استثمار باعاده تدوير وتثمين فوائد الفوسفات. بالضبط، انا جوست حبيت نقترح معناها اقتراح صغير، هل يمكن تثمين النفايات في النفايات نتاع انتاج الفوسفات؟ اظن انه معناتها حسب ما نعرف دراسه الدراسات بالضبط يمكن انتاج الكهرباء عن طريق نفايات الفوسفات. كيفاش؟ هي معناتها النفايات هذه تحتوي على مواد عضويه، المواد العضويه هذه يمكن معناتها نزيدوا لها ميكروبات، الميكروبات هذه بعد توفير مناخ مطلوب تعطينا الميثان، الميثان هذا يمكن هو ميثان تقول ميثان تقول غاز اوتوماتيكمون، الميثان هذا يتحرق معناتها عباره كما قلنا يولي عباره غاز طبيعي ولا بترول ولا حاجه هكاك، نستغلوه لي انتاج الكهرباء بالطريقه التقليديه اللي نعرفوها الكل. فماش دول في العالم عند هذا كما هو قال توا اكثر البلد، انا نعطيك زوز بلدان معناها هما رائدين في المجال هذا. عندك المانيا، المانيا متطوره ياسر في تثمين النفايات، وعندك الصين، الصين وصلت انها تستورد نفايات عبر العالم لخلق الكهرباء من نفايات. وانت عاد تكلم اللغه الصينيه متبرنشي برشا على على ربع العالم اللي هي مليار ونص بتاع الصين. شكرا ليك نزار جبالي، شكرا سي علي الخميلي، شكرا سي ميلاد البوزيدي، نورتنا اليوم قاعده معك حلوه برشا والدرس فيسع وفافي باش نقرا مليح انا اليوم عندكم يا اخي فيسع وفافي الوقت. شكرا كذلك سي عز الدين البراني من حوض المنجمي، مازلنا باش نرجعوا ونفصلوه من سراورتين حتى للحوض المنجمي. شكرا لكم، يعطيكم الصحه وشاي طيبه وتحيه باسم اسره برنامج ساحه العمله. الى اللقاء، نلتقي غدا. غدا موضوع هام برشا، كيفاش معناها كيف ولي عندي نخرج من حاله الشياع وشهاده الملكيه ناخذها راهي ارضي تولي عندها قيمه وتولي معناها بون كابل، تولي معناها تاخذ فلوس وتعمل مشاريعك. اذا الخروج من حاله الشياع في الملكيه هو الطريق للتنميه المحليه والجهة.